لتسليط الضوء على الصراع السياسي في العراق، معنا عبر سكايب من أثينا دكتور فاروق فتيان الراوي، الدبلوماسي والأكاديمي العراقي. كل عام وأنتم بخير دكتور. بداية الصراع، كل عام وأنتم بخير، تحياتي لك ولمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله وأنتم بخير. بداية، يعني الصراع الحثيث على تشكيل الكتلة الأكبر يتم برعاية قاسم سليماني من جهة وبريت ماكورك من جهة أخرى، كيف تقرأ ذلك؟ الحقيقة هو صراع من أجل المصالح الخاصة ومصالح الكتل نفسها. شعار طرح قبل الانتخابات المجرب لا يجرب، ولكن عندما ننظر الآن إلى نتائج ما بعد الانتخابات ومرور أكثر من شهرين وعمليات التزوير، نجد أنه نفس الأشخاص هم الموجودين، ونفس الصراع بين الكتل. العبادي في يوم من الأيام كان مع المالكي بنفس الكتلة، والعمار الحكيم كان مع هادي العامري بنفس الكتلة، وجميعا شكلوا التحالف الشيعي في الأيام الأولى. إذن الصراع ليس صراعا عقائديا وليس صراعا على مصالح الشعب، الصراع هو صراع من أجل المكاسب. مجموعة أنا باعتقادي أنهم لا يشكلون دولة ولا يشكلون سلطة، وإنما صراع مثل صراع العصابات عندما تحاول أن تقسم غنيمة معينة. فالصراع الآن لو نجي أي من الأسماء المطروحة، هي في يوم من الأيام كانت في كتلة واحدة، وما زالت هي بنفس النهج وبنفس الخط، ويؤثر عليها حتى العبادي الآن اللي يريد يحاول أن يخرج من ما يسمى بالهيمنة الإيرانية أو بالهيمنة الإيرانية، هو لو تجي إلى الحقيقة يرجع إلى نفس الطريق وإلى نفس الخط، والمجاميع الموجودة معه تحمل نفس التوجهات. يعني برأيك هل ستختلف هذه الحكومة عن سابقاتها؟ لا، باعتقادي طالما أنه هذه الوجوه هي موجودة، وهذه الوجوه بدون استثناء وجوه جربها الشعب أكثر من 15 عام. الفساد نخر المجتمع، نخر المؤسسات الدولة، ما زالت الدولة متأخرة في كل شيء، في الوضع الأمني، في الوضع الاقتصادي، في الكهرباء، في الماء. انتفاضة الشعب للأسف لم تشهد تطور وتصعيد أكثر من اللي كان متوقع له، ولكن كل الدلائل تشير إلى أنه هذه الحكومة والسابقة حكومات فاشلة بكل المعايير. هناك حديث دكتور عن انشقاقات داخل ائتلاف العبادي باتجاه تحالف الفتح والمالكي، ما وراء هذه الانشقاقات من وجهة نظركم؟ أنا ذكرت قبل قليل أنه الصراع هو صراع من أجل المصالح، ليس صراع عقائدي. عندما يكون الإنسان منتمي عقائديا إلى حزب معين أو إلى جبهة معينة، راح يشوف ويدافع عن هذه الجبهة وعن هذه المبادئ اللي مؤمن بها، ولكن عندما تكون المصالح الشخصية هي الأساس، فصالح الفياض أو غير صالح الفياض، عندما يشهد أنه العبادي بدأت تتراجع أسهمه في الحصول على المنصب رئاسة الوزراء، شوفه يتحول إلى الاتجاه الآخر. ونفس الشيء سابقا كانوا المجاميع اللي كانت مع المالكي تحولت إلى العبادي في فترة من الفترات. إذن كلها الصراع صراع من أجل المصالح وليس من أجل مصلحة الشعب، كلها في دائرة المصالح. ولكن هناك، يعني بالتأكيد هناك ضغط أمريكي، هناك ضغط إيراني، كيف ينعكس هذا الصراع على أو ينعكس هذا الضغط الأمريكي والإيراني على صراع المصالح الذي تفضلت بالحديث به؟ أنا أعتقد أنه أمريكا لحد الآن لم تضغط بالشكل المطلوب، ولو كانت تريد أن تحسم الأمر لحسمت الأمر من سنوات ماضية. أمريكا من مصلحتها استمرار الوضع إلى ما هو عليه، تدهور في كل شيء، تراجع في كل شيء. العراق أصبح الآن، أنا كنت قبل عدة أيام في ندوة حول شحة المياه وأزمة شحة المياه وتأثيرها على العراق مستقبلا، من خلال خبراء. الحقيقة أنه مستقبل العراق قاتم، مستقبل العراق مظلم.
أخطر من داعش وأخطر من الإرهاب وأخطر من الميليشيات ما سيواجهه العراق بأزمة المياه إذا لم تضع الحكومة حلول سريعة من أجل مواجهة هذه الأزمة. فإذا العراق أمريكا مستمرة بنفس التوجه اللي من بعد 2003 ولحد الآن. لا هي تعرف هذه الحكومة، تعرف هؤلاء الأشخاص واحد واحد وتعرف انتماءاتهم وتوجهاتهم، وهي اللي سمحت لإيران أن تتوغل في العراق من 2006 إلى حد الآن. شكرا لك، شكرا جزيلا. من أثينا الدكتور فاروق فتيان الراوي الدبلوماسي والأكاديمي العراقي.